احتفلت وزارة المواصلات والاتصالات بتتويج الفائزين بجائزة قطر لشركات تكنولوجيا المعلومات 2018. وتأتي الجائزة في إطار حرص الوزارة على تكريم الشركات التي أضافت قيمة لسوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطوير الأعمال المبتكرة في دولة قطر خلال العام. سعيدين وفخورين جدا أن نرى شركات في مجال التكنولوجيا حصدت جوائز سواء كانت على المستوى المحلي وشركات خرجت إلى خارج دولة قطر واستطاعت التوسع في مجالات أخرى بدون مساعدة الدولة، وهذا هو الهدف الأساسي، أن ننمي هذه القدرة، ننمي هذه الشركات، نعطيها النولج المعرفة، ومن ذلك تنطلق إلى سوق خارجي، وكان هذا هو الهدف الفعلي. الهدف القادم في السنة الجاية أن تكون الأعداد مضاعفة ونستحوذ على تكنولوجيا وسولوشن أو حلول تطبيقية معاصرة حديثة صنعت بأيادي قطرية أو بفكر قطري أو بوحي قطري. وتسعى جائزة قطر لشركات تكنولوجيا المعلومات إلى جذب وتشجيع المواهب الواعدة والاحتفاء بالإنجازات المحلية التي تم إحرازها في مجال تكنولوجيا المعلومات، وهو ما انعكس على تحقيق عدد قياسي من الترشيحات للجائزة في نسختها الرابعة هذا العام. هذه السنة وصلنا إلى 14 جائزة، بحيث أن احنا قدمنا 6 جوائز جديدة عن جائزة العام الماضي، والحمد لله كان فيه تطور كبير في السوق التكنولوجي، بحيث أن عدد الترشيحات فوق التوقعات، وكان في عدد كبير من المتنافسين حتى في الفئات الجديدة، مما يدل على أن السوق التكنولوجي عندنا بدأ بتركيز بشكل واضح في الحلول الذكية للقطاعات الخمسة. يذكر أن حجم سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في قطر بلغ نحو 3.9 مليار دولار في عام 2017، ومن المتوقع أن ينمو هذا القطاع بمعدل 2.3% سنويا ليصل إلى 4.4 مليار دولار بحلول عام 2021.